طيب خليني اروح مع حضرتك قبل بقى ما نخش على النهارده والمباراه اللي اكيد فيها كلام كتير جدا. محتاجه اعرف من حضرتك، توقعت اداء منتخب مصر بهذا الشكل مع كوت ديفوار؟ لان ناس كتير جدا ومحللين قال لك لا احنا بصراحه هم عدوا التوقعات، احنا فعلا كنا منتخب مصر يوم ده او يوم كوت ديفوار، فرايك ايه؟ طبعا كنت متخوف، طبعا كلنا كنا متخوفين صحيح. الحقيقه، بس كان عندنا امل كبير ان المنتخب يعني يعود للمستوى الحقيقي، في مستوى الاداء الحقيقي ليه. والحمد لله خصم قوي الحقيقه، فرقه ساحل العاج او كوت ديفوار، فرقه يعني كل لعبتها بتلعب في افضل الانديه على مستوى العالم الحقيقه. انما الحمد لله يعني ربنا وفقنا وكنا على مستوى المسؤوليه بس هم ضربونا ضرب، هو ماتش صعب طبعا. لا كان في عنف يعني غير مبرر بصراحه، يعني محمد شريف حتى لو هنقول اوكي دي كانت فعلا مش مقصوده، بس كان في لا كور كتيره جدا كانت مقصوده، يعني احنا شفنا يعني الحاجه كانت صعبه بصراحه. هو احيانا الحماس بتاع اللاعب بس ممكن يخليه ده عدى الحماس. هما كمان مع الطول والعرض والاجسام القويه نهاوند، واي التحام هتحس ان في شبهه يعني حده متعمده، في حين ان هو الراجل هو ضارب في الدولاب لوحده من غير حاجه، هيعمل ايه؟ طبعا ولادنا كانوا عمالين يقعوا على الارض يا كريم. لا انا يعني حضرتك بتقول anyway. يعني كنا واثقين ان المنتخب هيعود، هل عاد المنتخب في راي حضرتك؟ عاد طبعا بقوه يعني بالكامل. بالظبط طبعا جميل، يعني ادانا امل وطموح ان احنا ان شاء الله نقدر ننافس على البطوله، وان شاء الله عندنا امل برضو نحصل عليها يعني ان شاء الله. لقاء النهارده بقى يعني نسبه الاحساس بالطمانينه جوه حضرتك بالمقارنه بنسبه القلق عامله ازاي؟ لا احنا في ظروف افضل، مستوى اللعيبه وصل للفورمه الرياضيه كويسه جدا، التفاهم زاد الحقيقه، والاصرار زاد، وتحمل المسؤوليه، الجوانب طبعا النفسيه والتركيز من الناحيه الذهنيه اعتقد رجع بشكل كبير، وخصم منافس قوي طبعا. المباراه يعني نقدر نقول الفرص متكافئه للفريقين، والاكثر حظا اكيد هيكسبها، نتمنى ان احنا نكون اكثر حظا ان شاء الله. طيب.